مساء الخير، برحب بحضراتكم، برحب بالدكتور عمار علي حسن. هبدأ بتقديم بسيط وبعدين هنفتح الحوار مع دكتور عمار وبعدين نفتح الحوار مع حضراتكم. كتاب الخيال السياسي للباحث المصري الدكتور عمار علي حسن يرتاد أرضا غير مسبوقة تقريبا في المكتبة السياسية العربية، وفيه من الريادة والجرأة العلمية قدر ما فيه من الإحكام العلمي والمنهجي. وقد دخل الدكتور عمار علي حسن هذه الأرض الجديدة مزودا بإنجازات أكاديمية مهمة في حقل الاجتماع السياسي، وإبحار في عالم الإبداع كانت ثمرته مجموعة من الروايات والقصص القصيرة، إلى جانب النقد الأدبي الذي تضمه مقالات رصينة تكشف عن متابعته لما يصدر من أعمال إبداعية لأدباء من مختلف الأجيال في مصر والعالم العربي. ويتوج ذلك بإسهامات غزيرة في كل القضايا السياسية والفكرية والحضارية التي يواجهها العالم العربي، وتحمل مسؤوليات المثقف الحقيقي المهموم بحاضر المجتمع ومستقبله. وكتاب الخيال السياسي هو المحصلة الأكمل لهذه المعرفة العابرة للعلوم، وأتصور أنه سيفتح مجالاً خصباً لباحث العلوم السياسية لإنجاز أطروحات ودراسات في المباحث الغزيرة والمهمة التي يفتح آفاقها. دكتور عمار علي حسن، لمن لا يعرفه، خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1989، متخصص في مجال علم الاجتماع السياسي، لديه عدد كبير من المؤلفات السياسية، وله أيضاً مؤلفات روائية، وفاز دكتور عمار بعدد من الجوائز المختلفة منها جائزة الشيخ زايد للكتاب. برحب بدكتور عمار، أهلا بحياتك يا دكتور. صراحة كتاب الخيال السياسي لمن لم يقرأه كتاب مميز جدا، أثر عندي بعض التساؤلات، لكن عشان الحضور ممكن ما يعرفوش عن الكتاب كتير، هقترح على حياتك تبدأ إنك تدينا نبذة، إيه هو الخيال السياسي؟ إيه هي الفكرة المحورية للكتاب؟ طيب انا بس اول انت ما قلت المباحث انا اتخضيت. عموما كتاب الخيال السياسي انا فكرت فيه نتيجه اني وجدت ان كثيرا من الدراسات التي تتحدث عن السياسه تتحدث عنها دايما بوصفها اشبه بسلعه او شيء مادي، وكتابات السياسة عموما تدور حول مفاهيم وقضايا مثل السيادة والعدالة والحق والحرية، لكن لا أحد يتحدث عن السياسة بوصفها خطابا، بوصفها كلاما في النهاية، وأن الخطاب في السياسة يلعب دورا كبيرا في تحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، في تحديد علاقة الجمهور العام بالسياسة. وجدت أيضا أن المدرسة الواقعية في السياسة غلبت على تفكير كثيرين، أن السياسة هي بنت الواقع، عليك أن تدرس الواقع جيدا ثم تتخذ القرار، لكن الدراسات المستقبلية التي وصلت إلى علوم اجتماعية كثيرة جدا أتت إلى السياسة متأخرة، والبعض وقف عند الأمر بوصفه قابلا لاستخدام البرهان العقل المحض التجريدي في تصورات السياسة، لكن لا أحد يستخدم الحدس في مقابل البرهان أو الخيال في مقابل الواقع، مع أن الذين أحدثوا تطور كبير جدا ليس في علم السياسة إنما في الممارسة السياسية قدموا ذلك من خلال الخيال. يعني فلاسفة الفكر السياسي الذين تحدثوا عن المدينة الفاضلة ابتداء من جمهورية أفلاطون وصولا إلى ما تم التحدث عنه فيما بعد، أو حتى نظرتهم إلى الدولة، هؤلاء المفكرون أحياناً كانوا يتخيلون شكل الدولة مختلفاً عن الدولة في الواقع، ومن ثم مبحث الخيال موجود في الفكر السياسي، في الفلسفة السياسية، موجود في الرؤية السياسية، لكنه متواري
فكل ما حاولت أنا أردت أن أسحبه من حيز المتواري إلى المعين أو إلى الموجود أو إلى المفهوم لدى الناس. طيب إيه هي الأسس بقى، أسس الخيال السياسي نفسها إيه؟ يعني في أكيد مرتكزات ليها، أنا شفتها في الكتاب. صحيح. فلو حياتك تعبر سريعا على الأسس، ولو تقول لنا كمان نستفيد منها إزاي. أنا في الكتاب تحدثت عما أسميته ينابيع الخيال السياسي، وعددتها في 11 ينبوع. يعني ما أتذكره أن الأول كان استقراء التاريخ. التاريخ رغم أنه يتحدث عن الذاكرة، يعني دائما نضع الخيال في مقابل الذاكرة. الخيال، التاريخ بوصفه ذاكرة، هو ملهم جدا لتخيل المستقبل. وكان على سبيل المثال تشرشل رئيس وزراء، أعظم رؤساء وزراء بريطانيا، أحيانا حين يعني تعرض عليه المسائل يتخذ فيها قرارا سريعا. وكان البعض يسأله كيف تأنى لك أن تأخذ مثل هذا القرار بهذه السرعة، وغالبا كانت قراراته صائبة. فكان يقول لأنني قرأت التاريخ جيدا، لأن كثير من وقائع التاريخ أحيانا تتكرر، ليس بالضرورة بحذافيرها أو بحرفيتها، لكن على الأقل بالسياق العام أو بالظروف العامة لأسباب بسيطة. أن احتياجات الإنسان من أول الخليقة حتى الآن تكاد تكون واحدة، أن أسباب الصراع تكاد تكون واحدة، أن التكالب على السلطة لا يختلف في العصر العباسي عن الأموي، عن أيام الصراع بين أسينا وأسبرطة، عن الصراع حتى من أولاد آدم وحتى هذه اللحظة. ومن ثم كثير من التصرفات البشرية هي نمطية، حتى لو تبدلت أحوال البشر ودخلوا من عالم التقليد إلى عالم الحداثة، لكن كثير من التصرفات نمطية. تشرشل نتيجة أنه قرأ التاريخ استطاع أن يتنبأ بالمستقبل. أيضا الوعي بالمستقبل، الآن لا يتحدثوا عن انتظار القادم، انتظار المستقبل، إنما يتحدثون عن صناعة المستقبل. أنت تستطيع أن تتحكمي في المستقبل، أو على الأقل تستطيعين أن تحددي جزءا لا يستهان به من هذا المستقبل. فالوعي بالمستقبل مسألة مهمة جدا. أيضا موضوع الخيال الأدبي ودوره، كثير من الأدباء تخيلوا واقعا قادما وتخيلوا أحداثا ستحدث، وكثير من هذه النبوءات صدقت، لأن الأديب الشاعر أو الروائي أحيانا يسبق العالم بالعالم بقرن على الأقل. ومن ثم الخيال الأدبي لعب دورا كبيرا، والآن حتى في مراكز صناعة القرار السياسي وحتى في صناعة القرار العلمي أحيانا يطلبون أدباء شعراء أو فنانين يحضرون هذه الاجتماعات وهذه النقاشات، لأن قدرتهم على التخيل عالية جدا. كثير مما جاء في الروايات تشعرين أن كان فيه تنبؤ. يعني هضرب مثال روايات أوريل 1981 مثلا عن تخيله، أو رواية الطاهر والطار الشمعة والدهليز. دي رواية لما تقرأيها وهي صدرت سنة 92 وهو انتهى من كتابتها 89 قبل وصول جبهة الإنقاذ للحكم في الجزائر، اللي حصل بعدها بحذافيره موجود في الرواية، وكأن كاتبها جهاز المخابرات الجزائري. طبعا اللي كاتب الرواية هو الطاهر والطار، لكن قدرته على التخيل كأديب جعلته يتنبأ بذلك. أو نجيب محفوظ في صرصارة فوق النيل لما تنبأ بهزيمة 67، أو أشكال أنا حصرت في الكتاب عدد ضخم جدا من الروايات العربية والأجنبية التي كانت فيها نبوءة عن المستقبل. فالخيال الأدبي جزء من يمنحنا قدرة على التنبؤ بالمستقبل. أيضا الدراسات عبر النوعية، يعني أنا أميل لهذا النوع من الدراسات، إن في جسور واصلة بين كل العلوم، وأن هذا التقسيم الهدف منه فقط دراسة العلوم، لكن هل أستطيع أن أفهم ظاهرة سياسية، قرار سياسي، بعيدا عن جوانبه الاقتصادية والنفسية والمعرفية والتاريخية، وكل ذلك يساعد في الفهم. ومن ثم
الدراسات عبر النوعية اللي حدث فيها انفجار كبير جدا في السنوات الأخيرة وأصبحت منهج مهم، إن أنت عالم الاقتصاد يجب أن يعرف في السياسة وفي المجتمع، وحتى المتخصصون في العلوم البحتة زي الطب والهندسة يجب أن يلموا بأطراف العلوم الأخرى. الدراسات عبر النوعية أيضا ممكن أن تساعدنا أو تسهل لنا القدرة على التخيل. أيضا روح الفريق، يعني فكرة انفراد شخص بأن يفكر في المستقبل بمفرده، من المؤكد أن ما سيصل إليه من حقائق أو من تصورات سيكون أقل كثيرا مما إذا جرى ذلك بين فريق، من خلال عصف ذهني، من خلال نقاش مفتوح، من خلال حوار جاد ومكتوب ومدروس ومقنن كما يقال وفق مناهج البحث. أعتقد أن روح الفريق مهمة جدا في تخيل المستقبل. أنا أتصور أن الذين يضعون استراتيجيات الدول، ونحن بنفرق دايما بين السياسة والخطة والاستراتيجية باعتبار الاستراتيجية بتغطي فترة مستقبلية، والدول الكبرى اللي لها استراتيجيات سواء كانت كبرى إقليميا أو على المستوى العالمي، أتصور أن واضع الاستراتيجية حتى لو وضع عليها اسم شخص واحد هي ليست بنت هذا الشخص بمفرده، إنما هي نتاج تفكير جماعي مدروس ومقنن وشارك في صناعته كثيرون من كافة التخصصات، لأن الاستراتيجية متعددة الجوانب زي ما حضرتك عارف. فكل دي سميتها في الكتاب ينابيع الخيال السياسي، هم 11 ينبوع أتصور أني من خلالهم نعرف على الأقل يعني نقرب أو موضوع الخيال من الذهن ونستطيع أن نتخيل سياسيا شكل المستقبل. طيب دكتور، بيبقى إيه العوامل الحاكمة أن الخيال يعني يبقى خيال إيجابي، خلينا نقول ما يبقاش خيال سلبي أو يؤدي لتأثيرات سلبية لو أمعنا في فكر الخيال؟ صحيح، لأن في فرق بين الخيال. أنا في الكتاب فرقت بين الخيال وبين الشرود وبين الضلالات وبين الخيالات غير المستقرة وبين أحلام اليقظة أو حتى الأحلام في السبات العميق. أحيانا ينتاب مثل هذه الأمور أشكال من التخيل. أيضا التفكير بالتمني هو تفكير وجداني لا يقوم على أساس علمي، فأحيانا البعض قد يعتقد أنه يتخيل بينما هو يضل، يتخيل بينما هو يشرد بعيدا شرودا مجنحا. أنا لا أتحدث في هذا الكتاب عن هذا النوع من الشرود والخيال. هو مهم أن يبقى فيه تمرين حر، تمرين عقل حر، وأن الإنسان يجول بخواطره وبوجدانه، لكن حين يتخيل سياسيا، بمعنى حين تعرض عليه مسألة كصانع قرار أو متخذ قرار ويكون عليه أن يتخيل، لا يجلس وحده ثم يفاجئ شعبه بأنه قد اتخذ قرارا لأنه جلس يتخيل أو حلم ليلا أو أشياء من هذا القبيل، إنما هو يستخدم أدوات مقننة ومعرفية ومنهجية مع فريق عمل لتخيل المستقبل. تخيله بمعنى وضع بدائل واحتمالات وسيناريوهات تلعب فيها، مثلا نظرية المباريات، المحاكاة، استقراء التاريخ، العمل بروح الفريق، كل ذلك كل هذه إجراءات لابد من اتخاذها حتى لا يصبح المستقبل يعني رهن الإرادة أو المشيئة الفردية أو الضلالات أو الخيالات. لأن بعض الناس إحنا وجدنا في المنطقة العربية يمكن في مرحلة ما بعد الاستقلال كثيرا من الزعماء تخيلوا أشكالا معينة للمستقبل، وأدى هذا الخيال اللي ما كانش خيال علمي، كان مجرد ضلالات وخواطر أو أمنيات، أدت إلى كوارث. يعني أنا أتصور إن تصور صدام حسين للزعامة مثلا أو لمستقبل العراق أو مواقعه كان أقرب إلى الضلالات وكان أقرب إلى الشرود وأقرب إلى التفكير بالتمني منه إلى الخيال السياسي العلمي الحقيقي، ومن ثم ذهب العراق في مهب الريح.
طب في بالي حاجة معينة في مقابل نموذج صدام حسين. قولي كل اللي في بالك. يعني بيروى عن الشيخ زايد الله يرحمه انه كان بيقعد في مجلسه وبعصايا بيخطط على الارض وبيقول هنا هيبقى في مستشفى، هنا هيبقى في مدرسه، هنا الشوارع هتتعمل، رغم ان في وقتها في الوقت اللي هو كان بيعمل فيه التفكير ده كان يعني قد يكون كان ضرب من الخيال فعلا ان ده يتحقق، ما كانش لسه في الموارد الكافيه، ما كانش في الادوات، ده مش ممكن يبقى نموذج احيانا، يعني ممكن تبقى ملكات عند القائد هي اللي تفرق. انا كتبت في الكتاب حاجه احد مصادر الخيال القائد البصير او القائد المتبصر، وضربت امثله عديده لقيادات متبصره في تاريخ الانسانيه، يعني حين كان مارتن لوثر كينج مثلا يقف امام تمثال الحريه ويقول اني احلم، انا احلم بالمساواه في المجتمع الامريكي. هو كان مجرد حلم، لكن هذا الحلم أوصل رجلا أسمر إلى البيت الأبيض في يوم من الأيام هو أوباما. وارد أن التجربة تتكرر وحريات السود في المجتمع الأمريكي بتتعزز، أو نيلسون مانديلا وهو قابع في سجنه 30 سنة كان بيحلم أنه في يوم من الأيام سينهي الفصل العنصري وسيحكم جنوب أفريقيا. هذا مثال للخيال. الشيخ زايد بدأ هذا التخطيط لما وضع على يده أو وضع يده على بداية ثروة حقيقية في دولة الإمارات. الشيخ زايد على سبيل المثال كان بيحلم على قدر إمكاناته في شبابه، زي ما كتب في كتاب بقوت الاتحاد، إنه يحول جزء من هذه الأرض الصحراوية إلى مروج خضراء، وكان بيعمل ده في العين بالإمكانات البسيطة، لكن عمره ما أيامها لكن بيحلم بهذا التطور لأن لم تكن لديه إمكانات. هو راجل كان واقعي في هذه الناحية. لما ظهر البترول في دولة الإمارات، هو تولى الحكم في 66 في أبو ظبي، بدأ يتحدث بهذه الطريقة، بس هو كان فيه ما كانش بيصر على تنفيذ ما يراه بحذافيره، يعني كان دايما بينصت لرأي العلم. يعني ممكن يقول هنا مستشفى فيجي واحد يقول له لا هذا المكان غير صالح للمستشفى، ينزل على رأيه. وده الفرق يعني بينه وبين كثيرين. احنا عندنا مثلا على سبيل المثال محمد علي في مصر كان عنده حلم يعمل امبراطورية كبرى، ونجح في البداية انه يعمل هذه الامبراطورية امبراطورية صغرى على مستوى المنطقة ونفوذ اقليمي ضخم لمصر، لانه كان رجلا يملك حلما وكان لديه خيال، لدرجة لما عرض عليه ان حفر قناة السويس قال لو حفرت قناة السويس في هذا المكان سيتم احتلال مصر. يعني ورفض محمد علي حفر قناة السويس لانه كان يربط بين هذا الحفر وبين تكالب القوى العالمية على احتلال مصر، وهذا صحيح من وجهة نظره. فكثير من القيادات في المنطقة، جمال عبد الناصر يعني مع اختلافنا مع نهجه الاستبدادي اللي استمر للأسف حتى هذه اللحظة، لكن كان رجل لديه حلم ولديه خيال أيضا. لكن الخيال ده عشان يترجم على أرض الواقع ويستمر ويرسخ لابد أن تتوافر له عوامل أخرى، منها أن التفاف الشعب حول القائد، منها وجود الموارد، منها العمل بروح الفريق، منها النقاش المفتوح حتى داخل أروقة السلطة. لا أتحدث عن نقاش مفتوح بين الجمهور وبين الحاكم، لكن على الأقل يبقى في إيمان بديمقراطية القرار. لابد أيضا من الوعي الحاد والذكي والمدروس واليقظ لكل الحركات الأخرى على رقعة الشطرنج الإقليمية والدولية، لأن أي دولة بيبقى عندها مشروع قطعا بيتصادم هذا المشروع مع مصالح الدول الكبرى، وممكن أن يتم التآمر عليها ويتم إجهاض مشروعها زي ما حصل مع محمد علي حين ضرب، وزي ما حصل أيضا مع مشروع جمال عبد الناصر. طيب عشان ما بقاش مستبدة، لو حضراتكم في أي سؤال اتفضل. بالضبط. أنا دكتور سعيد الزغبي، أستاذ مساعد في جامعة قناة السويس علوم سياسية. أهلا بحضرتك، ويشاء القدر أن ألاقي حاجة اسمها الخيال السياسي، وحاجة جميلة جدا المصطلح عجبني وشدني أن في حاجة زي كده بتتعمل. يعني أنا عايز بس يعني حضرتك تصحح لي،
هل هو الخيال السياسي؟ مش هو ده رأي الباحث اللي احنا بنعمله في الماجستير والدكتوراه؟ أنا عن نفس الماجستير والدكتوراه بتاعتي عن الحكومة الإلكترونية، تمام؟ أخذت اللفظ والكلمة من آل جور نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بيل كلينتون لما قال إن احنا عايزين نعمل حكومة إلكترونية تضاهي المدينة الفاضلة اللي قال عليها أفلاطون. من هنا جه البحث. إذن حضرتك بتقول خيال سياسي، إذن يعني صحح لي بقى وجهة نظري، مش ده هو الرؤية بتاعة الباحث اللي بيحطها في رسالة الماجستير والدكتوراه؟ لأن حضرتك عارف إن احنا بنعمل كيس ستادي، وبعد الكيس ستادي أنت بتقول رأي الباحث أو تخيل، نقدر نقول تخيل الباحث، ممكن نقول إن ده مصطلح جديد على اللي هي النتائج والحاجات اللي بيحطها الباحث في رسالة الماجستير والدكتوراه. هل ده سليم؟ أقدر أقول على نتيجة البحث اللي بيحطها الباحث في الماجستير أو الدكتوراه بتاعته إن ده خيال سياسي من وجهة نظر الباحث وبطريقة علمية، زي ما حضرتك قلت خيال سياسي علمي أو مبني على طريقة علمية، تمام؟ تاني حاجة، ما أعرفش، أنا ما قريتش الكتاب، ولكن يعني هي تعرف علم السياسة حضرتك من العلوم الاجتماعية اللي بتختلف وجهات النظر يعني، وحضرتك أستاذ ويعني ما أنا يعني ما فيش حاجة، ولكن حتة حضرتك إن أنت قلت الجزء بتاع إن هو من ينابيع الخيال السياسي، حضرتك قلت فريق العمل إن لازم يكون رجل الدولة محاط بفريق عمل. طب ما حضرتك ذكرت ان صدام حسين من ضمن الخيال السياسي السلبي اللي حصل على المجتمع العراقي. طيب ما جمال عبد الناصر من ضمن، انا شايف من وجهة نظري ان من ضمن الخيال السياسي السلبي ايضا اللي كان حاصل على المجتمع المصري والعالم العربي، بالرغم ان جمال عبد الناصر كان محاط ببعض الناس المثقفين او فريق العمل اللي حضرتك بتقول عليه، اللي كان ممكن يقولوا له لا ما ينفعش تعمل كده، ما ينفعش كده، على سبيل المثال الاستاذ محمد حسنين هيكل، تمام؟ يعني انا بختلف مع حضرتك ان مش سوري، انا اسف ان انا اختلف مع حضرتك، ولكن وجهه نظري كباحث او ان مش شرط يكون في فريق عمل محاط برجل الدوله. رجل الدوله ممكن حضرتك ديمقراطيه، بس الديمقراطيه المقنعه اللي احنا بنقول على كل واحد يقول رايه، بس انا في الاخر اللي هقول رايه، فما اعرفش ان دي ممكن تكون شرط من شروط الينابيع اللي حضرتك قلت عليها ال 11. شوف يا دكتور، ولا لا؟ ان شاء الله نهديك نسخة من الكتاب، أشكرك. هتجد فيه ردود على الأسئلة اللي حضرتك طرحتها، يعني فيما يتعلق في الفصل الثاني في الكتاب أنا فرقت بين الخيال السياسي العلمي وبين الشرود والأوهام والضلالات التي من الممكن أن تنتاب حاكما معينا، أو التنجيم أو اللجوء إلى النبوءات. عندنا ثلاث أنواع من النبوءات، في نبوءة محققة لذاتها، وفي نبوءة هازمة لذاتها، وفي نبوءة تتفاعل مع الواقع باستمرار، كل ذلك موجود في الكتاب. أما كلام حضرتك عن البحث العلمي ده حقيقي، في آخر الكتاب من ضمن التوصيات أو الحديث عن ضرورة لا سيما في أبحاث العلوم السياسية إن هذه الفكرة المتعلقة بالخيال السياسي يجب أن تكون حاضرة في البحث العلمي، إن الباحث يكون لديه قدرة على التخيل. ليه؟ إحنا عندنا البحث العلمي له وظائف متعددة، أدنى وظيفة هي جمع المتفرق، بعدها إتمام الناقص، لا بعدها جمع المتفرق، ثم اختصار المسهب، يعني لديك عدد ضخم من بتختصره، أو تطويل المختصر، شيء مختصر ومحدود بيتم شرحه وتفصيله، أو إجلاء الغامض، شيء غامض بنجليه، أو إتمام الناقص، شيء ناقص بنتمه. يجي بعدها نقد السائد، وأهم وظيفة للبحث العلمي هي إبداع الجديد. الباحث الذي لديه قدرة إبداعية لابد أن يكون متحلياً بالخيال، يكون لديه قدرة على التخيل. لذلك لدينا عدد مفرط جدا من الدراسات في العلوم السياسية، أغلبها يعني يتغيى الوظائف الدنيا للبحث العلمي، وقلة من الباحثين الذين لديهم ملكة الخيال، ابتداء من اختيار الموضوع ووضع الافتراضات، يتسبب بذلك بأنه بيعمل عملا خلاقا أو عملا إبداعيا.
فأنا معاك إن العلوم السياسية، لأن إحنا عندنا مدرسة في العلوم السياسية طغت في فترة من الفترات، هي المدرسة التي تريد أن تزيح العلوم السياسية لتكون أشبه بالرياضيات. في البداية كان علم السياسة مرتبط بالقانون، فكان يبحث عن الينبغيات، ما ينبغي أن يكون، وبعدين دخلنا على المدرسة الواقعية التي لا تتحدث عما ينبغي أن يكون لكن عما هو كائن، وبعدين بدأنا نتحدث عن توظيف الأرقام. توظيف الأرقام أحيانا يكون مضللا، أحيانا تستطيع أن تكذب بالأرقام، يعني ممكن يكون لديك أرقام عديدة جدا تتحدث عن التضخم وتتحدث عن البطالة وتتحدث عن الانهيارات، ثم تلتقط رقما إيجابيا وتصدره للرأي العام باعتباره أن الدولة تحقق إنجاز على سبيل المثال. لذلك في واحد اسمه داريل هوف كتب كتاب كلاسيكي جدا في الخمسينات اسمه كيف تكذب بالإحصاء، والبعض يتعامل مع الإحصاء كما يتعامل السكارى الذين يعودون إلى بيوتهم في المساء مترنحين مع أعمدة الكهرباء. هو لا يستعمل هذه الأعمدة لتنير له الطريق، إنما ليسند عليها يده حتى لا يسقط في أي حفرة تقابله. فعلم الإحصاء أدخلنا في هذا التضليل. لذلك أنا من مدرسة تتحدث عن التأمل والتبصر والحدس والاستبطان إلى جانب البرهان، وتعتبر ذلك جزءا من البرهان العلمي، وأن المسائل الخاصة بالعلوم السياسية أن تزاح وفق المدرسة السلوكية مثلا أو المدرسة التي تريد أن تقنن علم السياسة وتحوله إلى معادلات رياضية، إلى عمليات بحتة مجردة برهانية بحتة وكأننا نتحدث عن معادلات كيميائية، هذه المدرسة أنا أرفضها لسبب بسيط، أن المسائل الخاصة بالسياسة هي مسائل إنسانية، والمسائل الإنسانية فيها يحضر الوجدان والمشاعر والعواطف والتصورات والخيالات والخبرات مثلما يحضر التفكير الذهني المجرد أو التفكير العقلاني، لا تستطيع أن تفصل هذا عن ذاك. تمام، بس حضرتك دلوقتي لغاية دلوقتي كل الجامعات بتطالب بالموضوع ده بالإحصاء، أنت عارف إن في مكاتب حضرتك بتروح لها تقول لها أنا عايز النتيجة بتاعتي تكون كذا، فهو بيوضب لك الأرقام على حسب بيوضبها. طيب ده زي ما تروح للجزار وتقول له الحتة دي عايزها. اتفضل. دكتور عمر، بالنسبة لمفهوم الخيال السياسي أو الـ political imagination، هل في نوع من الميكافيلية أحياناً أو مبني على مسألة الغاية تبرر الوسيلة؟ لأن هناك إمبراطوريات قامت عديدة، الإمبراطورية الرومانية كما شابها من الظلم، والإمبراطورية وغيرها من الإمبراطوريات التي قامت وحققت أهدافها، ولم يكن هناك فكرة الخيال السياسي بالمفهوم المتعرف عليه حالياً. وهل مثلاً ستالين عندما سيطر على عندما فرض ديكتاتوريته على أوروبا، هل كان هناك نوع من الخيال السياسي؟ ما يفعله ترامب الآن بالعالم، هل هناك شيء من الخيال السياسي؟ ده خبل سياسي بالضبط. فأنا عاوز حضرتك تلقي الضوء على مسألة political imagination، لأنها هي ليست إيجابية طوال الوقت، وأن هذا المفهوم هو أعتقد هو مفهوم مطاط ممكن تطويعه من حكومة إلى حكومة ومن حقبة إلى حقبة لخدمة أهداف سياسية معينة. شكرا. ده كلام مهم. قبل حضرتك ما تأتي كنا نتحدث على أن مفهوم الخيال السياسي كان سائلا متواريا في التاريخ وفي تصرفات القادة، لكن لم يلتفت إليه أحد. يعني على سبيل المثال فلاسفة السياسة الذين حلموا بالمدن الفاضلة، توماس مور وصولا إلى جمهورية أفلاطون، وهذا الترتيب أو الهندسة السياسية التي كانت عند الفارابي وهو يتصور هذا المجتمع العادل، بعض الكتابات في الأداب السلطانية العربية أيضا كان فيها نوع من الخيال السياسي، حتى استخدام فن الحكي أو فن القص في ترتيب أو هندسة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، زي ما عمل الجاحظ مثلا في حكاياته في كتاب البخلاء أو كتب الأخرى. الخيال موجود طيلة الوقت، يعني بمعنى أنني لم أخترع معدوما هنا في هذا الكتاب، إنما أردت أن أضع يدي على شيء تائه شارد غائم ليكون مصطلحا من المصطلحات اللي بتستخدم بالمناسبة.
بوليتيكال ايماجينيشن، هذا التعبير موجود في عدد ضخم جدا من الكتب باللغة الإنجليزية، ومستخدم في عدد لا حصر له من المقالات باللغة العربية. لكن حين جئت بهذه المراجع سواء الأجنبية أو العربية اكتشفت أن الكل يستعمله دون أن يعينه أو يحدده علميا. يعني على سبيل المثال، لما كتاب يكتب عن تجربة الكفاح شعب فيتنام مثلا ضد الأمريكان بيعتبرها خيال سياسي كان أيامها يحط في رؤوس الفيتناميين هؤلاء البسطاء البؤساء الذين كانوا مؤمنين بأنهم قادرين على هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية، كان هذا خيالا سياسيا. الخيال السياسي الذي كان يسيطر على السود في جنوب أفريقيا بأنهم في يوم من الأيام سينهوا هذا الجدار العنصري ويسيطروا على الحكم في بلادهم، كان نوعا من الخيال السياسي. لكن أحدا من هؤلاء، لا كتاب المقالات بالعربية ولا مؤلفي الكتب الأجنبية، جلس لينظر لهذا المصطلح بمعنى أن يكتبه بإفراط، هو بيتم استعماله. والبعض أيضا قال أن هذا مصطلح مضل وعلينا أن نكتفي فقط بالدراسات المستقبلية في العلوم السياسية شأنها شأن العلوم الأخرى. أنا في الكتاب رادد على ذلك، لأني أنا زي ما أنا باحث، أنا روائي، عارف قيمة الخيال في حياة البشرية، والخيال هو المادة السحرية الذي تقدم بها العالم. ولولا أن الإنسان منذ بدء الخليقة قد تخيل وضعا أفضل من الوضع الذي عاش عليه وأمسك بيده لا المعاندة الإيجابية الرافضة لواقعه، وكان يمتلك خيالا بأنه قادر على أن يحسن شروط الحياة، ما كانت البشرية قد تقدمت. لأن حتى كثيرا من الاختراعات والتصورات كانت مجرد خيالات تدور في أذهان الناس، ثم بعد ذلك مشي الإنسان خلف خياله. أنا أتصور أن الخيال هو المادة الخفية التي نسعى خلفها سواء شئنا أم أبينا، عرفنا أم لم نعرف. ولذلك في السياسة علينا أن نفكر لماذا لا يكون هناك خيال سياسي، وهذا الخيال نحميه من أن يتحول إلى تفكير بالتمني أو شرود أو أوهام أو ضلالات أو إيمان بالأساطير والخرافات، ويتحول إلى مسألة علمية نستطيع من خلالها أن احنا نفكر في المستقبل بشكل أكثر، لا أقول أكثر جنوحا لكن أكثر وضوحا. شكرا جزيلا دكتور عمار، شكرا جزيلا لحضراتكم. احنا اسفين على الاسئله، دهمنا الوقت، بس دكتور عمار ممكن يقعد يعني اسئله خارج الاطار الرسمي للجلسه. اشكر حضراتكم في جزيلا. الجلسه بعدنا بالضبط، ولا نتخيل ان احنا جرنا على الجلسه القادمه. شكرا جزيلا. مساء الخير، برحب بحضراتكم، برحب بدكتور عمار علي حسن. هبدأ بتقديم بسيط وبعدين هنفتح الحوار مع دكتور عمار وبعدين نفتح الحوار مع حضراتكم. كتاب الخيال السياسي للباحث المصري الدكتور عمار علي حسن يرتاد أرضا غير مسبوقة تقريبا في المكتبة السياسية العربية، وفيه من الريادة والجرأة العلمية قدر ما فيه من الإحكام العلمي والمنهجي. وقد دخل الدكتور عمار علي حسن هذه الأرض الجديدة مزوداً بإنجازات أكاديمية مهمة في حقل الاجتماع السياسي، وإبحار في عالم الإبداع كانت ثمرته مجموعة من الروايات والقصص القصيرة، إلى جانب النقد الأدبي الذي تضمه مقالات رصينة تكشف عن متابعته لما يصدر من أعمال إبداعية لأدباء من مختلف الأجيال في مصر والعالم العربي، ويتوج ذلك بإسهامات غزيرة في كل القضايا السياسية والفكرية والحضارية التي يواجهها العالم العربي، وتحمل مسؤوليات المثقف الحقيقي المهموم بحاضر المجتمع ومستقبله. وكتاب الخيال السياسي هو المحصلة الأكمل لهذه المعرفة العابرة للعلوم، وأتصور أنه سيفتح مجالاً خصباً لباحث العلوم السياسية لإنجاز أطروحات ودراسات في المباحث الغزيرة والمهمة التي يفتح آفاقها.
دكتور عمار علي حسن لمن لا يعرفه خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1989، متخصص في مجال علم الاجتماع السياسي، لديه عدد كبير من المؤلفات السياسية وله أيضا مؤلفات روائية. وفاز دكتور عمار بعدد من الجوائز المختلفة، منها جائزة الشيخ زايد للكتاب. برحب بدكتور عمار، أهلا بحياتك يا دكتور. صراحة كتاب الخيال السياسي لمن لم يقرأه كتاب مميز جدا، أثر عندي بعض التساؤلات، لكن عشان الحضور ممكن ما يعرفوش عن الكتاب كتير، هقترح على حياتك تبدأ إنك تدينا نبذة، إيه هو الخيال السياسي؟ إيه هي الفكرة المحورية للكتاب؟ طيب أنا بس أول أنت ما قلت المباحث أنا اتخضيت. عموما كتاب الخيال السياسي أنا فكرت فيه نتيجة أني وجدت أن كثيرا من الدراسات التي تتحدث عن السياسة تتحدث عنها دايما بوصفها أشبه بسلعة أو شيء مادي، وكتابات السياسة عموما تدور حول مفاهيم وقضايا مثل السيادة والعدالة والحق والحرية، لكن لا أحد يتحدث عن السياسة بوصفها خطابا، بوصفها كلاما في النهاية، وأن الخطاب في السياسة يلعب دورا كبيرا في تحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، في تحديد علاقة الجمهور العام بالسياسة. وجدت أيضا أن المدرسة الواقعية في السياسة غلبت على تفكير كثيرين أن السياسة هي بنت الواقع، عليك أن تدرس الواقع جيدا ثم تتخذ القرار، لكن الدراسات المستقبلية التي وصلت إلى علوم اجتماعية كثيرة جدا أتت إلى السياسة متأخرة، والبعض وقف عند الأمر بوصفه قابلا لاستخدام البرهان العقل المحض التجريدي في تصورات السياسة، لكن لا أحد يستخدم الحدس في مقابل البرهان أو الخيال في مقابل الواقع، مع أن الذين أحدثوا تطور كبير جدا ليس في علم السياسة إنما في الممارسة السياسية قدموا ذلك من خلال الخيال. يعني فلاسفة الفكر السياسي الذين تحدثوا عن المدينة الفاضلة ابتداء من جمهورية أفلاطون وصولا إلى ما تم التحدث عنه فيما بعد، أو حتى نظرتهم إلى الدولة، هؤلاء المفكرون أحيانا كانوا يتخيلون شكل الدولة مختلفا عن الدولة في الواقع، ومن ثم مبحث الخيال موجود في الفكر السياسي، في الفلسفة السياسية، موجود في الرؤية السياسية، لكنه متواري. فكل ما حاولت أنا أردت أن أسحبه من حيز المتواري إلى المعين أو إلى الموجود أو إلى المفهوم لدى الناس. طيب إيه هي الأسس بقى، أسس الخيال السياسي نفسها إيه؟ يعني في أكيد مرتكزات ليها أنا شفتها في الكتاب، صحيح، فلو حياتك تعبر سريعا على الأسس، ولو تقول لنا كمان نستفيد منها إزاي. أنا في الكتاب تحدثت عما أسميته ينابيع الخيال السياسي، وعددتها في 11 ينبوع. يعني ما أتذكره أن الأول كان استقراء التاريخ، التاريخ رغم أنه يتحدث عن الذاكرة، يعني دائما نضع الخيال في مقابل الذاكرة، الخيال التاريخ بوصفه ذاكرة هو ملهم جدا لتخيل المستقبل. وكان على سبيل المثال تشرشل رئيس وزراء أعظم رؤساء وزراء بريطانيا، أحيانا حين يعني تعرض عليه المسائل يتخذ فيها قرارا سريعا، وكان البعض يسأله كيف تأنى لك أن تأخذ مثل هذا القرار بهذه السرعة، وغالبا كانت قرارات صائبة، فكان يقول لأنني قرأت التاريخ جيدا، لأن كثير من وقائع التاريخ أحيانا تتكرر، ليس بالضرورة
بحذافيرها أو بحرفيتها، لكن على الأقل بالسياق العام أو بالظروف العامة لأسباب بسيطة، أن احتياجات الإنسان من أول الخليقة حتى الآن تكاد تكون واحدة، أن أسباب الصراع تكاد تكون واحدة، أن التكالب على السلطة لا يختلف في العصر العباسي عن الأموي، عن أيام الصراع بين أسينا وأصبرطة، عن الصراع حتى من أولاد آدم وحتى هذه اللحظة. ومن ثم كثير من التصرفات البشرية هي نمطية، حتى لو تبدلت أحوال البشر ودخلوا من عالم التقليد إلى عالم الحداثة، لكن كثير من التصرفات نمطية. تشرشل نتيجة أنه قرأ التاريخ استطاع أن يتنبأ بالمستقبل. أيضا الوعي بالمستقبل، الآن لا يتحدثوا عن انتظار القادم، انتظار المستقبل، إنما يتحدثون عن صناعة المستقبل. أنت تستطيع أن تتحكمي في المستقبل، أو على الأقل تستطيعين أن تحددي جزءا لا يستهان به من هذا المستقبل. فالوعي بالمستقبل مسألة مهمة جدا. أيضا موضوع الخيال الأدبي ودوره، كثير من الأدباء تخيلوا واقعا قادما وتخيلوا أحداثا ستحدث، وكثير من هذه النبوءات صدقت، لأن الأديب الشاعر أو الروائي أحيانا يسبق العالم بالعالم بقرن على الأقل. ومن ثم الخيال الأدبي لعب دورا كبيرا، والآن حتى في مراكز صناعة القرار السياسي وحتى في صناعة القرار العلمي أحيانا يطلبون أدباء شعراء أو فنانين يحضرون هذه الاجتماعات وهذه النقاشات، لأن قدرتهم على التخيل عالية جدا. كثير مما جاء في الروايات تشعرين أن كان فيه تنبؤ. يعني هضرب مثال روايات أوريل 1981 مثلا عن تخيله، أو رواية الطاهر والطار الشمعة والدهليز، دي رواية لما تقرأيها وهي صدرت سنة 92 وهو انتهى من كتابتها 89 قبل وصول جبهة الإنقاذ للحكم في الجزائر، اللي حصل بعدها بحذافيره موجود في الرواية، وكأن كاتبها جهاز المخابرات الجزائري. طبعا اللي كاتب الرواية هو الطاهر والطار، لكن قدرته على التخيل كأديب جعلته يتنبأ بذلك. أو نجيب محفوظ في صرصارة فوق النيل لما تنبأ بهزيمة 67، أو أشكال أنا حصرت في الكتاب عدد ضخم جدا من الروايات العربية والأجنبية التي كانت فيها نبوءة عن المستقبل. فالخيال الأدبي جزء من يمنحنا قدرة على التنبؤ بالمستقبل. أيضا الدراسات عبر النوعية، يعني أنا أميل لهذا النوع من الدراسات، إن في جسور واصلة بين كل العلوم، وأن هذا التقسيم الهدف منه فقط دراسة العلوم، لكن هل أستطيع أن أفهم ظاهرة سياسية، قرار سياسي، بعيدا عن جوانبه الاقتصادية والنفسية والمعرفية والتاريخية، وكل ذلك يساعد في الفهم. ومن ثم الدراسات عبر النوعية اللي حدث فيها انفجار كبير جدا في السنوات الأخيرة، وأصبحت منهج مهم، إن أنت عالم الاقتصاد يجب أن يعرف في السياسة وفي المجتمع، وحتى المتخصصون في العلوم البحتة زي الطب والهندسة يجب أن يلموا بأطراف العلوم الأخرى. الدراسات عبر النوعية أيضا ممكن أن تساعدنا أو تسهل لنا القدرة على التخيل. أيضا روح الفريق، يعني فكرة انفراد شخص بأن يفكر في المستقبل بمفرده، من المؤكد أن ما سيصل إليه من حقائق أو من تصورات سيكون أقل كثيرا مما إذا جرى ذلك بين فريق، من خلال عصف ذهني، من خلال نقاش مفتوح، من خلال حوار جاد ومكتوب ومدروس ومقنن كما يقال وفق مناهج البحث. أعتقد أن روح الفريق مهمة جدا في تخيل المستقبل. أنا أتصور أن الذين يضعون استراتيجيات الدول، ونحن بنفرق دايما بين السياسة والخطة والاستراتيجية باعتبار الاستراتيجية بتغطي فترة مستقبلية، والدول الكبرى اللي لها استراتيجيات سواء كانت كبرى إقليميا أو على المستوى العالمي، أتصور أن واضع الاستراتيجية حتى لو وضع عليها اسم شخص واحد هي ليست بنت هذا الشخص بمفرده، إنما هي نتاج تفكير جماعي مدروس ومقنن، وشارك في صناعته كثيرون من كافة التخصصات، لأن الاستراتيجية متعددة الجوانب زي ما حضرتك عارف. فكل دي
سميتها في الكتاب ينابيع الـ 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 الخيال السياسي، هم 11 ينبوع أتصور إني من خلالهم نعرف على الأقل يعني نقرب أو موضوع الخيال من الذهن، ونستطيع أن نتخيل سياسيا شكل المستقبل. طيب دكتور، بيبقى إيه العوامل الحاكمة إن الخيال يعني يبقى خيال إيجابي، خلينا نقول ما يبقاش خيال سلبي أو يؤدي لتأثيرات سلبية لو أمعنا في فكر الخيال؟ صحيح، لأن في فرق بين الخيال. أنا في الكتاب فرقت بين الخيال وبين الشرود وبين الضلالات وبين الخيالات غير المستقرة وبين أحلام اليقظة أو حتى الأحلام في السبات العميق. أحيانا ينتاب مثل هذه الأمور أشكال من التخيل. أيضا التفكير بالتمني هو تفكير وجداني لا يقوم على أساس علمي، فأحيانا البعض قد يعتقد أنه يتخيل بينما هو يضل، يتخيل بينما هو يشرد بعيدا شرودا مجنحا. أنا لا أتحدث في هذا الكتاب عن هذا النوع من الشرود والخيال. هو مهم أن يبقى فيه تمرين حر، تمرين عقل حر، وأن الإنسان يجول بخواطره وبوجدانه، لكن حين يتخيل سياسيا، بمعنى حين تعرض عليه مسألة كصانع قرار أو متخذ قرار ويكون عليه أن يتخيل، لا يجلس وحده ثم يفاجئ شعبه بأنه قد اتخذ قرارا لأنه جلس تخيل أو حلم ليلا أو أشياء من هذا القبيل، إنما هو يستخدم أدوات مقننة ومعرفية ومنهجية مع فريق عمل لتخيل المستقبل. تخيله بمعنى وضع بدائل واحتمالات وسيناريوهات تلعب فيها، مثلا نظرية المباريات، المحاكاة، استقراء التاريخ، العمل بروح الفريق، كل ذلك، كل هذه إجراءات لابد من اتخاذها حتى لا يصبح المستقبل يعني رهن الإرادة أو المشيئة الفردية أو الضلالات أو الخيالات. لأن بعض الناس احنا وجدنا في المنطقة العربية يمكن في مرحلة ما بعد الاستقلال كثيرا من الزعماء تخيلوا أشكالا معينة للمستقبل، وأدى هذا الخيال اللي ما كانش خيال علمي، كان مجرد ضلالات وخواطر أو أمنيات، أدت إلى كوارث. يعني أنا أتصور إن تصور صدام حسين للزعامة مثلا أو لمستقبل العراق أو مواقعه كان أقرب إلى الضلالات وكان أقرب إلى الشروط وأقرب إلى التفكير بالتمني منه إلى الخيال السياسي العلمي الحقيقي، ومن ثم ذهب العراق في مهب الريح. طب في بالي حاجة معينة في مقابل نموذج صدام حسين. قولي كل اللي في بالك. يعني بيروى عن الشيخ زايد الله يرحمه أنه كان بيقعد في مجلسه وبعصايا بيخطط على الأرض وبيقول هنا هيبقى في مستشفى، هنا هيبقى في مدرسة، هنا الشوارع هتتعمل، رغم أن في وقتها في الوقت اللي هو كان بيعمل فيه التفكير ده كان يعني قد يكون كان ضرب من الخيال فعلا أن ده يتحقق، ما كانش لسه فيه الموارد الكافية، ما كانش فيه الأدوات. ده مش ممكن يبقى نموذج احيانا، يعني ممكن تبقى ملكات عند القائد هي اللي تفرق. انا كتبت في الكتاب حاجه احد مصادر الخيال القائد البصير او القائد المتبصر، وضربت امثله عديده لقيادات متبصره في تاريخ الانسانيه. يعني حين كان مارتن لوثر كينج مثلا يقف امام تمثال الحريه ويقول اني احلم، انا احلم بالمساواه في المجتمع الامريكي، هو كان مجرد حلم، لكن هذا الحلم أوصل رجلاً أسمر إلى البيت الأبيض في يوم من الأيام هو أوباما. ووارد أن التجربة تتكرر وحريات السود في المجتمع الأمريكي بتتعزز، أو نيلسون مانديلا وهو قابع في سجنه 30 سنة كان بيحلم أنه في يوم من الأيام سينهي الفصل العنصري وسيحكم جنوب أفريقيا. هذا مثال للخيال. الشيخ زايد بدأ هذا التخطيط لما وضع على يده أو وضع يده على بداية ثروة حقيقية في دولة الإمارات. الشيخ زايد على سبيل المثال كان بيحلم على قدر إمكاناته في شبابه، زي ما كتب في كتاب بقوت الاتحاد،
انه يحول جزء من هذه الارض الصحراويه الى مروج خضراء، وكان بيعمل ده في العين بالامكانات البسيطه، لكن عمره ما ايامها لا كان بيحلم بهذا التطور لان لم تكن لديه امكانات. هو راجل كان واقعي في هذه الناحيه. لما ظهر البترول في دوله الامارات، هو تولى الحكم في 66 في ابو ظبي، بدا يتحدث بهذه الطريقه، بس هو كان في ما كانش بيصر على تنفيذ ما يراه بحذافيره، يعني كان دايما بينصت لراي العلم، يعني ممكن يقول هنا مستشفى فيجي واحد يقول له لا هذا المكان غير صالح للمستشفى، ينزل على رايه. وده الفرق يعني بينه وبين كثيرين. احنا عندنا مثلا على سبيل المثال محمد علي في مصر كان عنده حلم يعمل إمبراطورية كبرى، ونجح في البداية انه يعمل هذه الإمبراطورية إمبراطورية صغرى على 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 مستوى المنطقة ونفوذ إقليمي ضخم لمصر، لأنه كان رجلا يملك حلما وكان لديه خيال، لدرجة لما عرض عليه ان حفر قناة السويس قال لو حفرت قناة السويس في هذا المكان سيتم احتلال مصر، يعني ورفض محمد علي حفر قناة السويس لأنه كان يربط بين هذا الحفر وبين تكالب القوى العالمية على احتلال مصر، وهذا صحيح من وجهة نظره. فكثير من القيادات في المنطقة، جمال عبد الناصر يعني مع اختلافنا مع نهجه الاستبدادي اللي استمر للأسف حتى هذه اللحظة، لكن كان رجل لديه حلم ولديه خيال أيضا، لكن الخيال ده عشان يترجم على أرض الواقع ويستمر ويرسخ لابد أن تتوافر له عوامل أخرى، منها أن التفاف الشعب حول القائد، منها وجود الموارد، منها العمل بروح الفريق، منها النقاش المفتوح حتى داخل أروقة السلطة، لا أتحدث عن نقاش مفتوح بين الجمهور وبين الحاكم، لكن على الأقل يبقى في إيمان بديمقراطية القرار. لابد أيضا من الوعي الحاد والذكي والمدروس واليقظ لكل الحركات الأخرى على رقعة الشطرنج الإقليمية والدولية، لأن أي دولة بيبقى عندها مشروع قطعا بيتصادم هذا المشروع مع مصالح الدول الكبرى، وممكن أن يتم التآمر عليها ويتم إجهاض مشروعها زي ما حصل مع محمد علي حين ضرب، وزي ما حصل أيضا مع مشروع جمال عبد الناصر. طيب عشان ما بقاش مستبدة، لو حضراتكم في أي سؤال اتفضل. بالظبط. انا دكتور سعيد الزغبي، استاذ مساعد في جامعه قناه السويس علوم سياسيه. اهلا بحضرتك، ويشاء القدر ان الاقي حاجه اسمها الخيال السياسي، وحاجه جميله جدا المصطلح عجبني وشدني ان في حاجه زي كده بتتعمل. يعني انا عايز بس يعني حضرتك تصحح لي، هل هو الخيال السياسي مش هو ده راي الباحث اللي احنا بنعمله في الماجستير والدكتوراه؟ انا عن نفس الماجستير والدكتوراه بتاعتي عن الحكومه الالكترونيه، تمام؟ أخذت اللفظ والكلمة من آل جور نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بيل كلينتون لما قال إن إحنا عايزين نعمل حكومة إلكترونية تضاهي المدينة الفاضلة اللي قال عليها أفلاطون. من هنا جه البحث. إذن حضرتك بتقول خيال سياسي، إذن يعني صحح لي بقى وجهة نظري، مش ده هو الرؤية بتاعة الباحث اللي بيحطها في رسالة الماجستير والدكتوراه؟ لأن حضرتك عارف إن إحنا بنعمل كيس ستادي، وبعد الكيس ستادي أنت بتقول رأي الباحث أو تخيل، نقدر نقول تخيل الباحث، ممكن نقول إن ده مصطلح جديد على اللي هي النتائج والحاجات اللي بيحطها الباحث في رسالة الماجستير والدكتوراه، هل ده سليم؟ أقدر أقول على نتيجة البحث اللي بيحطها الباحث في الماجستير أو الدكتوراه بتاعته إن ده خيال سياسي من وجهة نظر الباحث وبطريقة علمية زي ما حضرتك قلت، خيال سياسي علمي أو مبني على طريقة علمية، تمام؟ تاني حاجة ما أعرفش، أنا ما قريتش الكتاب، ولكن يعني هي تعرف علم السياسة حضرتك من العلوم الاجتماعية اللي بتختلف وجهات النظر يعني، وحضرتك أستاذ ويعني ما أنا يعني ما فيش حاجة، ولكن حتة حضرتك إن أنت قلت الجزء بتاع إن هو من ينابيع الخيال السياسي، حضرتك قلت فريق العمل إن لازم يكون رجل الدولة محاط بفريق عمل.
طب ما حضرتك ذكرت ان صدام حسين من ضمن الخيال السياسي السلبي اللي حصل على المجتمع العراقي. طيب ما جمال عبد الناصر من ضمن، انا شايف من وجهة نظري ان من ضمن الخيال السياسي السلبي ايضا اللي كان حاصل على المجتمع المصري والعالم العربي، بالرغم ان جمال عبد الناصر كان محاط ببعض الناس المثقفين او فريق العمل اللي حضرتك بتقول عليه اللي كان ممكن يقولوا له لا ما ينفعش تعمل كده ما ينفعش كده، على سبيل المثال الاستاذ محمد حسنين هيكل. تمام، يعني انا بختلف مع حضرتك ان مش سوري انا اسف ان انا اختلف مع حضرتك، ولكن وجهه نظري كباحث او ان مش شرط يكون في فريق عمل محاط برجل الدوله. رجل الدوله ممكن حضرتك ديمقراطيه، بس الديمقراطيه المقنعه اللي احنا بنقول على كل واحد يقول رايه، بس انا في الاخر اللي هقول رايه. فما اعرفش ان دي ممكن تكون شرط من شروط الينابيع اللي حضرتك قلت عليها ال 11. شوف يا دكتور ولا لا. ان شاء الله نهديك نسخه من الكتاب، اشكرك، هتجد فيه ردود على الاسئله اللي حضرتك طرحتها. يعني فيما يتعلق في الفصل الثاني في الكتاب، انا فرقت بين الخيال السياسي العلمي وبين الشرود والاوهام والضلالات التي من الممكن ان تنتاب حاكما معينا، او التنجيم، او اللجوء الى النبوءات. عندنا ثلاث انواع من النبوءات، في نبوءه محققه لذاتها، وفي نبوءه هازمه لذاتها، وفي نبوءه تتفاعل مع الواقع باستمرار. كل ذلك موجود في الكتاب. اما كلام حضرتك عن البحث العلمي ده حقيقي. في اخر الكتاب من ضمن التوصيات او الحديث عن ضروره، لا سيما في ابحاث العلوم السياسيه، ان هذه الفكره المتعلقه بالخيال السياسي يجب ان تكون حاضره في البحث العلمي، ان الباحث يكون لديه قدره على التخيل. ليه؟ احنا عندنا البحث العلمي له وظائف متعدده. أدنى وظيفة هي جمع المتفرق، بعدها إتمام الناقص، لا بعدها جمع المتفرق، ثم اختصار المسهب، يعني لديك عدد ضخم من بتختصره، أو تطويل المختصر، شيء مختصر ومحدود بيتم شرحه وتفصيله، أو إجلاء الغامض، شيء غامض بنجليه، أو إتمام الناقص، شيء ناقص بنتمه. يجي بعدها نقد السائد، وأهم وظيفة للبحث العلمي هي إبداع الجديد. الباحث الذي لديه قدرة إبداعية لابد أن يكون متحليا بالخيال، يكون لديه قدرة على التخيل. لذلك لدينا عدد مفرط جدا من الدراسات في العلوم السياسية، أغلبها يعني يتغيى الوظائف الدنيا للبحث العلمي، وقلة من الباحثين الذين لديهم ملكة الخيال، ابتداء من اختيار الموضوع ووضع الافتراضات، يتسبب بذلك بأنه بيعمل عملا خلاقا أو عملا إبداعيا. فأنا معاك إن العلوم السياسية، لأن احنا عندنا مدرسة في العلوم السياسية طغت في فترة من الفترات، هي المدرسة التي تريد أن تزيح العلوم السياسية لتكون أشبه بالرياضيات. في البداية كان علم السياسة مرتبط بالقانون، فكان يبحث عن الينبغيات، ما ينبغي أن يكون، وبعدين دخلنا على المدرسة الواقعية التي لا تتحدث عما ينبغي أن يكون لكن عما هو كائن، وبعدين بدأنا نتحدث عن توظيف الأرقام. توظيف الأرقام أحيانا يكون مضللا، أحيانا تستطيع أن تكذب بالأرقام، يعني ممكن يكون لديك أرقام عديدة جدا تتحدث عن التضخم وتتحدث عن البطالة وتتحدث عن الانهيارات، ثم تلتقط رقما إيجابيا وتصدره للرأي العام باعتباره أن الدولة تحقق إنجاز على سبيل المثال. لذلك في واحد اسمه داريل هوف كتب كتاب كلاسيكي جدا في الخمسينات اسمه كيف تكذب بالإحصاء، والبعض يتعامل مع الإحصاء كما يتعامل السكارى الذين يعودون إلى بيوتهم في المساء مترنحين مع أعمدة الكهرباء. هو لا يستعمل هذه الأعمدة لتنير له الطريق، إنما ليسند عليها يده حتى لا يسقط في أي حفرة تقابله. فعلم الإحصاء أدخلنا في هذا التضليل. لذلك أنا من مدرسة تتحدث عن التأمل والتبصر والحدس والاستبطان إلى جانب البرهان، وتعتبر ذلك جزءا من البرهان العلمي.
وأن المسائل الخاصة بالعلوم السياسية أن تزاح وفق المدرسة السلوكية مثلا أو المدرسة التي تريد أن تقنن علم السياسة وتحوله إلى معادلات رياضية، إلى عمليات بحتة مجردة برهانية بحتة وكأننا نتحدث عن معادلات كيميائية، هذه المدرسة أنا أرفضها لسبب بسيط، أن المسائل الخاصة بالسياسة هي مسائل إنسانية، والمسائل الإنسانية فيها يحضر الوجدان والمشاعر والعواطف والتصورات والخيالات والخبرات مثلما يحضر التفكير الذهني المجرد أو التفكير العقلاني، لا تستطيع أن تفصل هذا عن ذاك. كمان بس حضرتك دلوقتي لغاية دلوقتي كل الجامعات بتطالب بالموضوع ده بالإحصاء، انت عارف ان في مكاتب حضرتك بتروح لها تقول لها انا عايز النتيجه بتاعتي تكون كذا، فهو بيوضب لك الارقام على حسب بيوضبها. طيب ده زي ما تروح للجزار وتقول له الحته دي عايزها. اتفضل. دكتور عمر، بالنسبه لمفهوم الخيال السياسي او البوليتيكال ايماجينيشن، هل في نوع من الميكافيلية احيانا أو مبني على مسألة الغاية تبرر الوسيلة؟ لأن هناك إمبراطوريات قامت عديدة، الإمبراطورية الرومانية كما شابها من الظلم، والإمبراطورية وغيرها من الإمبراطوريات التي قامت وحققت أهدافها، ولم يكن هناك فكرة الخيال السياسي بالمفهوم المتعرف عليه حاليا. وهل مثلا ستالين عندما فرض ديكتاتوريته على أوروبا، هل كان هناك نوع من الخيال السياسي؟ ما يفعله ترامب الآن بالعالم، هل هناك شيء من الخيال السياسي؟ ده خبل سياسي. بالضبط. فأنا عاوز حضرتك تلقي الضوء على مسألة political imagination، لأنها هي ليست إيجابية طوال الوقت، وأن هذا المفهوم هو أعتقد هو مفهوم مطاط ممكن تطويعه من حكومة إلى حكومة ومن حقبة إلى حقبة لخدمة أهداف سياسية معينة. شكرا. ده كلام مهم. قبل حضرتك ما تأتي كنا نتحدث على أن مفهوم الخيال السياسي كان سائلا متواريا في التاريخ وفي تصرفات القادة، لكن لم يلتفت إليه أحد. يعني على سبيل المثال، فلاسفة السياسة الذين حلموا بالمدن الفاضلة، توماس مور وصولا إلى جمهورية أفلاطون، وهذا الترتيب أو الهندسة السياسية التي كانت عند الفارابي وهو يتصور هذا المجتمع العادل، بعض الكتابات في الأداب السلطانية العربية أيضا كان فيها نوع من الخيال السياسي، حتى استخدام فن الحكي أو فن القص في ترتيب أو هندسة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، زي ما عمل الجاحظ مثلا في حكاياته في كتابه البخلاء أو كتبه الأخرى. الخيال موجود طيلة الوقت، يعني بمعنى أنني لم أخترع معدوما هنا في هذا الكتاب، إنما أردت أن أضع يدي على شيء تائه شارد غائم ليكون مصطلحا من المصطلحات اللي بتستخدم بالمناسبة. Political imagination، هذا التعبير موجود في عدد ضخم جدا من الكتب باللغة الإنجليزية، ومستخدم في عدد لا حصر له من المقالات باللغة العربية. لكن حين جئت بهذه المراجع سواء الأجنبية أو العربية، اكتشفت أن الكل يستعمله دون أن يعينه أو يحدده علميا. يعني على سبيل المثال، لما كتاب يكتب عن تجربة الكفاح شعب فيتنام مثلا ضد الأمريكان، بيعتبرها خيال سياسي كان أيامها يحط في رؤوس الفيتناميين هؤلاء البسطاء البؤساء الذين كانوا مؤمنين بأنهم قادرين على هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية، كان هذا خيالا سياسيا. الخيال السياسي الذي كان يسيطر على السود في جنوب أفريقيا بأنهم في يوم من الأيام سينهوا هذا الجدار العنصري ويسيطروا على الحكم في بلادهم، كان نوعا من الخيال السياسي. لكن أحدا من هؤلاء، لا كتاب المقالات بالعربية ولا مؤلفي الكتب الأجنبية، جلس لينظر لهذا المصطلح، بمعنى أن يكتبه بإفراط، هو بيتم استعماله. والبعض أيضا قال أن هذا مصطلح مضل، وعلينا أن نكتفي فقط بالدراسات المستقبلية في العلوم السياسية شأنها شأن العلوم الأخرى. أنا في الكتاب رادد على ذلك، لأني
أنا زي ما أنا باحث، أنا روائي، عارف قيمة الخيال في حياة البشرية، والخيال هو المادة السحرية الذي تقدم بها العالم. ولولا أن الإنسان منذ بدء الخليقة قد تخيل وضعا أفضل من الوضع الذي عاش عليه، وأمسك بيده لا المعاندة الإيجابية الرافضة لواقعه، وكان يمتلك خيالا بأنه قادر على أن يحسن شروط الحياة، ما كانت البشرية قد تقدمت. لأن حتى كثيرا من الاختراعات والتصورات كانت مجرد خيالات تدور في أذهان الناس، ثم بعد ذلك مشي الإنسان خلف خياله. أنا أتصور أن الخيال هو المادة الخفية التي نسعى خلفها، سواء شئنا أم أبينا، عرفنا أم لم نعرف. ولذلك في السياسة علينا أن نفكر، لماذا لا يكون هناك خيال سياسي، وهذا الخيال نحميه من أن يتحول إلى تفكير بالتمني أو شرود أو أوهام أو ضلالات أو إيمان بالأساطير والخرافات، ويتحول إلى مسألة علمية نستطيع من خلالها أن احنا نفكر في المستقبل بشكل أكثر، لا أقول أكثر جنوحا، لكن أكثر وضوحا. شكرا جزيلا دكتور عمار، شكرا جزيلا لحضراتكم. احنا أسفين على الأسئلة، دهمنا الوقت، بس دكتور عمار ممكن يقعد يعني أسئلة خارج الإطار الرسمي للجلسة. أشكر حضراتكم في جزيلا. في جلسة بعدنا بالضبط، ولا نتخيل ان احنا جرنا على الجلسة القادمة. شكرا جزيلا. مساء الخير، برحب بحضراتكم، برحب بدكتور عمار علي حسن. هبدأ بتقديم بسيط وبعدين هنفتح الحوار مع دكتور عمار وبعدين نفتح الحوار مع حضراتكم. كتاب الخيال السياسي للباحث المصري الدكتور عمار علي حسن يرتاد أرضا غير مسبوقة تقريبا في المكتبة السياسية العربية، وفيه من الريادة والجرأة العلمية قدر ما فيه من الإحكام العلمي والمنهجي. وقد دخل الدكتور عمار علي حسن هذه الأرض الجديدة مزودا بإنجازات أكاديمية مهمة في حقل الاجتماع السياسي، وإبحار في عالم الإبداع كانت ثمرته مجموعة من الروايات والقصص القصيرة، إلى جانب النقد الأدبي الذي تضمه مقالات رصينة تكشف عن متابعته لما يصدر من أعمال إبداعية لأدباء من مختلف الأجيال في مصر والعالم العربي، ويتوج ذلك بإسهامات غزيرة في كل القضايا السياسية والفكرية والحضارية التي يواجهها العالم العربي، وتحمل مسؤوليات المثقف الحقيقي المهموم بحاضر المجتمع ومستقبله. وكتاب الخيال السياسي هو المحصلة الأكمل لهذه المعرفة العابرة للعلوم، وأتصور أنه سيفتح مجالاً خصباً لباحثي العلوم السياسية لإنجاز أطروحات ودراسات في المباحث الغزيرة والمهمة التي يفتح آفاقها. دكتور عمار علي حسن، لمن لا يعرفه، خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1989، متخصص في مجال علم الاجتماع السياسي، لديه عدد كبير من المؤلفات السياسية، وله أيضاً مؤلفات روائية، وفاز دكتور عمار بعدد من الجوائز المختلفة منها جائزة الشيخ زايد للكتاب. برحب بدكتور عمار، أهلا بحياتك يا دكتور. صراحة كتاب الخيال السياسي لمن لم يقرأه كتاب مميز جدا، أثر عندي بعض التساؤلات، لكن عشان الحضور ممكن ما يعرفوش عن الكتاب كتير، هقترح على حياتك تبدأ إنك تدينا نبذة، إيه هو الخيال السياسي؟ إيه هي الفكرة المحورية للكتاب؟ طيب أنا بس أول أنت ما قلت المباحث أنا اتخضيت. عموما كتاب الخيال السياسي أنا فكرت فيه نتيجة أني وجدت أن كثيرا من الدراسات التي تتحدث عن السياسة تتحدث عنها دايما بوصفها أشبه بسلعة أو شيء مادي، وكتابات السياسة عموماً تدور حول مفاهيم وقضايا مثل السيادة والعدالة والحق والحرية، لكن لا أحد يتحدث عن السياسة بوصفها خطاباً، بوصفها كلاماً في النهاية، وأن الخطاب في السياسة يلعب دوراً كبيراً في تحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
في تحديد علاقة الجمهور العام بالسياسة. وجدت أيضا أن المدرسة الواقعية في السياسة غلبت على تفكير كثيرين، أن السياسة هي بنت الواقع، عليك أن تدرس الواقع جيدا ثم تتخذ القرار. لكن الدراسات المستقبلية التي وصلت إلى علوم اجتماعية كثيرة جدا أتت إلى السياسة متأخرة، والبعض وقف عند الأمر بوصفه قابلا لاستخدام البرهان العقل المحض التجريدي في تصورات السياسة، لكن لا أحد يستخدم الحدس في مقابل البرهان أو الخيال في مقابل الواقع، مع أن الذين أحدثوا تطور كبير جدا ليس في علم السياسة إنما في الممارسة السياسية قدموا ذلك من خلال الخيال. يعني فلاسفة الفكر السياسي الذين تحدثوا عن المدينة الفاضلة ابتداء من جمهورية أفلاطون وصولا إلى ما تم التحدث عنه فيما بعد، أو حتى نظرتهم إلى الدولة، هؤلاء المفكرون أحيانا كانوا يتخيلون شكل الدولة مختلفا عن الدولة في الواقع، ومن ثم مبحث الخيال موجود في الفكر السياسي، في الفلسفة السياسية، موجود في الرؤية السياسية، لكنه متواري. فكل ما حاولت أنا أردت أن أسحبه من حيز المتواري إلى المعين أو إلى الموجود أو إلى المفهوم لدى الناس. طيب إيه هي الأسس بقى، أسس الخيال السياسي نفسها إيه؟ يعني في أكيد مرتكزات ليها، أنا شفتها في الكتاب صحيح، فلو حياتك تعبر سريعا على الأسس، ولو تقول لنا كمان نستفيد منها إزاي. أنا في الكتاب تحدثت عما أسميته ينابيع الخيال السياسي، وعددتها في 11 ينبوع. يعني ما أتذكره أن الأول كان استقراء التاريخ. التاريخ رغم أنه يتحدث عن الذاكرة، يعني دائما نضع الخيال في مقابل الذاكرة. الخيال، التاريخ بوصفه ذاكرة، هو ملهم جدا لتخيل المستقبل. وكان على سبيل المثال تشرشل رئيس وزراء، أعظم رؤساء وزراء بريطانيا، أحيانا حين يعني تعرض عليه المسائل يتخذ فيها قرارا سريعا، وكان البعض يسأله كيف تأنى لك أن تأخذ مثل هذا القرار بهذه السرعة، وغالبا كانت قراراته صائبة. فكان يقول لأنني قرأت التاريخ جيدا، لأن كثير من وقائع التاريخ أحيانا تتكرر، ليس بالضرورة بحذافيرها أو بحرفيتها، لكن على الأقل بالسياق العام أو بالظروف العامة لأسباب بسيطة. أن احتياجات الإنسان من أول الخليقة حتى الآن تكاد تكون واحدة، أن أسباب الصراع تكاد تكون واحدة، أن التكالب على السلطة لا يختلف في العصر العباسي عن الأموي، عن أيام الصراع بين أثينا وأسبرطة، عن الصراع حتى من أولاد آدم وحتى هذه اللحظة. ومن ثم كثير من التصرفات البشرية هي نمطية، حتى لو تبدلت أحوال البشر ودخلوا من عالم التقليد إلى عالم الحداثة، لكن كثير من التصرفات نمطية. تشرشل نتيجة أنه قرأ التاريخ استطاع أن يتنبأ بالمستقبل. أيضا الوعي بالمستقبل، الآن لا يتحدثوا عن انتظار القادم، انتظار المستقبل، إنما يتحدثون عن صناعة المستقبل. أنت تستطيع أن تتحكمي في المستقبل، أو على الأقل تستطيعين أن تحددي جزءا لا يستهان به من هذا المستقبل. فالوعي بالمستقبل مسألة مهمة جدا. أيضا موضوع الخيال الأدبي ودوره، كثير من الأدباء تخيلوا واقعا قادما وتخيلوا أحداثا ستحدث، وكثير من هذه النبوءات صدقت، لأن الأديب الشاعر أو الروائي أحيانا يسبق العالم بالعالم بقرن على الأقل. ومن ثم الخيال الأدبي لعب دورا كبيرا
والآن حتى في مراكز صناعة القرار السياسي وحتى في صناعة القرار العلمي أحياناً يطلبون أدباء شعراء أو فنانين يحضرون هذه الاجتماعات وهذه النقاشات لأن قدرتهم على التخيل عالية جداً. كثير مما جاء في الروايات تشعرين أن كان فيه تنبؤ، يعني هضرب مثال روايات أوريل 1981 مثلاً عن تخيله، أو رواية الطاهر والطار الشمعة والدهليز، دي رواية لما تقرأيها وهي صدرت سنة 92 وهو انتهى من كتابتها 89 قبل وصول جبهة الإنقاذ للحكم في الجزائر، اللي حصل بعدها بحذافيره موجود في الرواية وكأن كاتبها جهاز المخابرات الجزائري. طبعا اللي كاتب الرواية هو الطاهر والطار، لكن قدرته على التخيل كأديب جعلته يتنبأ بذلك. أو نجيب محفوظ في صرصارة فوق النيل لما تنبأ بهزيمة 67، أو أشكال أنا حصرت في الكتاب عدد ضخم جدا من الروايات العربية والأجنبية التي كانت فيها نبوءة عن المستقبل. فالخيال الأدبي جزء من يمنحنا قدرة على التنبؤ بالمستقبل. أيضا الدراسات عبر النوعية، يعني أنا أميل لهذا النوع من الدراسات، إن في جسور واصلة بين كل العلوم، وأن هذا التقسيم الهدف منه فقط دراسة العلوم، لكن هل أستطيع أن أفهم ظاهرة سياسية، قرار سياسي، بعيدا عن جوانبه الاقتصادية والنفسية والمعرفية والتاريخية، وكل ذلك يساعد في الفهم. ومن ثم الدراسات عبر النوعية اللي حدث فيها انفجار كبير جدا في السنوات الأخيرة وأصبحت منهج مهم، إن أنت عالم الاقتصاد يجب أن يعرف في السياسة وفي المجتمع، وحتى المتخصصون في العلوم البحتة زي الطب والهندسة يجب أن يلموا بأطراف العلوم الأخرى. الدراسات عبر النوعية أيضا ممكن أن تساعدنا أو تسهل لنا القدرة على التخيل. أيضا روح الفريق، يعني فكرة انفراد شخص بأن يفكر في المستقبل بمفرده، من المؤكد أن ما سيصل إليه من حقائق أو من تصورات سيكون أقل كثيرا مما إذا جرى ذلك بين فريق، من خلال عصف ذهني، من خلال نقاش مفتوح، من خلال حوار جاد ومكتوب ومدروس ومقنن كما يقال وفق مناهج البحث. أعتقد أن روح الفريق مهمة جدا في تخيل المستقبل. أنا أتصور أن الذين يضعون استراتيجيات الدول، ونحن بنفرق دايما بين السياسة والخطة والاستراتيجية باعتبار الاستراتيجية بتغطي فترة مستقبلية، والدول الكبرى اللي لها استراتيجيات سواء كانت كبرى إقليميا أو على المستوى العالمي، أتصور أن واضع الاستراتيجية حتى لو وضع عليها اسم شخص واحد هي ليست بنت هذا الشخص بمفرده، إنما هي نتاج تفكير جماعي مدروس ومقنن وشارك في صناعته كثيرون من كافة التخصصات، لأن الاستراتيجية متعددة الجوانب زي ما حضرتك عارف. فكل دي سميتها في الكتاب ينابيع الخيال السياسي، هم 11 ينبوع أتصور أني من خلالهم نعرف على الأقل يعني نقرب أو موضوع الخيال من الذهن ونستطيع أن نتخيل سياسيا شكل المستقبل. طيب دكتور، بيبقى إيه العوامل الحاكمة أن الخيال يعني يبقى خيال إيجابي، خلينا نقول ما يبقاش خيال سلبي أو يؤدي لتأثيرات سلبية لو أمعنا في فكر الخيال؟ صحيح، لأني في فرق بين الخيال، أنا في الكتاب فرقت بين الخيال وبين الشرود وبين الضلالات وبين الخيالات غير المستقرة وبين أحلام اليقظة أو حتى الأحلام في السبات العميق. أحيانا ينتاب مثل هذه الأمور أشكال من التخيل. أيضا التفكير بالتمني هو تفكير وجداني لا يقوم على أساس علمي، فأحيانا البعض قد يعتقد أنه يتخيل بينما هو يضل، يتخيل بينما هو يشرد بعيدا شرودا مجنحا. أنا لا أتحدث في هذا الكتاب عن هذا النوع من الشرود والخيال، هو مهم أن يبقى فيه تمرين حر، تمرين عقل حر، وأن الإنسان يقول بخواطره وبوجدانه، لكن حين يتخيل سياسيا، بمعنى حين تعرض عليه مسألة كصانع قرار أو متخذ قرار ويكون عليه أن يتخيل، لا يجلس وحده
ثم يفاجئ شعبه بأنه قد اتخذ قرارا لأنه جلس يتخيل أو حلم ليلا أو أشياء من هذا القبيل. إنما هو يستخدم أدوات مقننة ومعرفية ومنهجية مع فريق عمل لتخيل المستقبل، تخيله بمعنى وضع بدائل واحتمالات وسيناريوهات تلعب فيها، مثلا نظرية المباريات، المحاكاة، استقراء التاريخ، العمل بروح الفريق، كل ذلك، كل هذه إجراءات لابد من اتخاذها حتى لا يصبح المستقبل يعني رهن الإرادة أو المشيئة الفردية أو الضلالات أو الخيالات. لأن بعض الناس إحنا وجدنا في المنطقة العربية يمكن في مرحلة ما بعد الاستقلال كثيرا من الزعماء تخيلوا أشكالا معينة للمستقبل، وأدى هذا الخيال اللي ما كانش خيال علمي، كان مجرد ضلالات وخواطر أو أمنيات، أدت إلى كوارث. يعني أنا أتصور إن تصور صدام حسين للزعامة مثلا أو لمستقبل العراق أو مواقعه كان أقرب إلى الضلالات، وكان أقرب إلى الشرود، وأقرب إلى التفكير بالتمني منه إلى الخيال السياسي العلمي الحقيقي، ومن ثم ذهب العراق في مهب الريح. طب في بالي حاجة معينة في مقابل نموذج صدام حسين. قولي كل اللي في بالك. يعني بيروى عن الشيخ زايد الله يرحمه أنه كان بيقعد في مجلسه وبعصايا بيخطط على الأرض وبيقول هنا هيبقى في مستشفى، هنا هيبقى في مدرسة، هنا الشوارع هتتعمل، رغم أن في وقتها في الوقت اللي هو كان بيعمل فيه التفكير ده كان يعني قد يكون كان ضرب من الخيال فعلا أن ده يتحقق، ما كانش لسه فيه الموارد الكافية، ما كانش فيه الأدوات. ده مش ممكن يبقى نموذج احيانا، يعني ممكن تبقى ملكات عند القائد هي اللي تفرق. انا كتبت في الكتاب حاجه احد مصادر الخيال القائد البصير او القائد المتبصر، وضربت امثله عديده لقيادات متبصره في تاريخ الانسانيه. يعني حين كان مارتن لوثر كينج مثلا يقف امام تمثال الحريه ويقول اني احلم، انا احلم بالمساواه في المجتمع الامريكي. هو كان مجرد حلم، لكن هذا الحلم أوصل رجلا أسمر إلى البيت الأبيض في يوم من الأيام هو أوباما. وارد أن التجربة تتكرر وحريات السود في المجتمع الأمريكي بتتعزز، أو نيلسون مانديلا وهو قابع في سجنه 30 سنة كان بيحلم أنه في يوم من الأيام سينهي الفصل العنصري وسيحكم جنوب أفريقيا. هذا مثال للخيال. الشيخ زايد بدأ هذا التخطيط لما وضع على يده أو وضع يده على بداية ثروة حقيقية في دولة الإمارات. الشيخ زايد على سبيل المثال كان بيحلم على قدر إمكاناته في شبابه، زي ما كتب في كتاب بقوت الاتحاد، إنه يحول جزء من هذه الأرض الصحراوية إلى مروج خضراء، وكان بيعمل ده في العين بالإمكانات البسيطة، لكن عمره ما أيامها لكن بيحلم بهذا التطور لأن لم تكن لديه إمكانات. هو رجل كان واقعي في هذه الناحية. لما ظهر البترول في دولة الإمارات، هو تولى الحكم في 66 في أبو ظبي، بدأ يتحدث بهذه الطريقة، بس هو كان فيه ما كانش بيصر على تنفيذ ما يراه بحذافيره. يعني كان دايما بينصت لرأي العلم، يعني ممكن يقول هنا مستشفى فيجي واحد يقول له لا هذا المكان غير صالح للمستشفى، ينزل على رأيه. وده الفرق يعني بينه وبين كثيرين. احنا عندنا مثلا على سبيل المثال محمد علي في مصر كان عنده حلم يعمل امبراطورية كبرى، ونجح في البداية انه يعمل هذه الامبراطورية امبراطورية صغرى على 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 مستوى المنطقة ونفوذ اقليمي ضخم لمصر، لانه كان رجلا يملك حلما وكان لديه خيال، لدرجة لما عرض عليه أن حفر قناة السويس قال لو حفرت قناة السويس في هذا المكان سيتم احتلال مصر. يعني ورفض محمد علي حفر قناة السويس لأنه كان يربط بين هذا الحفر وبين تكالب القوى العالمية على احتلال مصر، وهذا صحيح من وجهة نظره. فكثير من القيادات في المنطقة، جمال عبد الناصر يعني مع اختلافنا مع نهجه الاستبدادي اللي استمر للأسف حتى هذه اللحظة، لكن كان رجل لديه حلم ولديه خيال أيضا،
لكن الخيال ده عشان يترجم على أرض الواقع ويستمر ويرسخ لابد أن تتوافر له عوامل أخرى، منها أن التفاف الشعب حول القائد، منها وجود الموارد، منها العمل بروح الفريق، منها النقاش المفتوح حتى داخل أروقة السلطة. لا أتحدث عن نقاش مفتوح بين الجمهور وبين الحاكم، لكن على الأقل يبقى في إيمان بديمقراطية القرار. لابد أيضا من الوعي الحاد والذكي والمدروس واليقظ لكل الحركات الأخرى على رقعة الشطرنج الإقليمية والدولية، لأن أي دولة بيبقى عندها مشروع قطعا بيتصادم هذا المشروع مع مصالح الدول الكبرى، وممكن أن يتم التآمر عليها ويتم إجهاض مشروعها زي ما حصل مع محمد علي حين ضرب، وزي ما حصل أيضا مع مشروع جمال عبد الناصر. طيب عشان ما بقاش مستبدة، لو حضراتكم في أي سؤال اتفضل. بالظبط. أنا دكتور سعيد الزغبي، أستاذ مساعد في جامعة قناة السويس علوم سياسية. أهلا بحضرتك، ويشاء القدر إن ألاقي حاجة اسمها الخيال السياسي، وحاجة جميلة جدا المصطلح عجبني وشدني إن في حاجة زي كده بتتعمل. يعني أنا عايز بس يعني حضرتك تصحح لي، هل هو الخيال السياسي مش هو ده رأي الباحث اللي احنا بنعمله في الماجستير والدكتوراه؟ أنا عن نفسي الماجستير والدكتوراه بتاعتي عن الحكومة الإلكترونية، تمام؟ أخذت اللفظ والكلمة من آل جور نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بيل كلينتون لما قال إن احنا عايزين نعمل حكومة إلكترونية تضاهي المدينة الفاضلة اللي قال عليها أفلاطون. من هنا جه البحث. إذن حضرتك بتقول خيال سياسي، إذن يعني صحح لي بقى وجهة نظري، مش ده هو الرؤية بتاعة الباحث اللي بيحطها في رسالة الماجستير والدكتوراه؟ لأن حضرتك عارف إن احنا بنعمل كيس ستادي، وبعد الكيس ستادي أنت بتقول رأي الباحث أو تخيل، نقدر نقول تخيل الباحث، ممكن نقول إن ده مصطلح جديد على اللي هي النتائج والحاجات اللي بيحطها الباحث في رسالة الماجستير والدكتوراه. هل ده سليم؟ أقدر أقول على نتيجة البحث اللي بيحطها الباحث في الماجستير أو الدكتوراه بتاعته أن ده خيال سياسي من وجهة نظر الباحث وبطريقة علمية زي ما حضرتك قلت، خيال سياسي علمي أو مبني على طريقة علمية، تمام؟ تاني حاجة، ما أعرفش، أنا ما قريتش الكتاب، ولكن يعني هي تعرف علم السياسة حضرتك من العلوم الاجتماعية اللي بتختلف وجهات النظر يعني، وحضرتك أستاذ ويعني ما أنا يعني ما فيش حاجة، ولكن حتى حضرتك إن أنت قلت الجزء بتاع إن هو من ينابيع الخيال السياسي، حضرتك قلت فريق العمل إن لازم يكون رجل الدولة محاط بفريق عمل. طب ما حضرتك ذكرت ان صدام حسين من ضمن الخيال السياسي السلبي اللي حصل على المجتمع العراقي. طيب ما جمال عبد الناصر من ضمن، انا شايف من وجهة نظري ان من ضمن الخيال السياسي السلبي ايضا اللي كان حاصل على المجتمع المصري والعالم العربي، بالرغم ان جمال عبد الناصر كان محاط ببعض الناس المثقفين او فريق العمل اللي حضرتك بتقول عليه، اللي كان ممكن يقولوا له لا ما ينفعش تعمل كده، ما ينفعش كده، على سبيل المثال الاستاذ محمد حسنين هيكل، تمام؟ يعني انا بختلف مع حضرتك ان مش سوري، انا اسف ان انا اختلف مع حضرتك، ولكن وجهه نظري كباحث او ان مش شرط يكون في فريق عمل محاط برجل الدوله. رجل الدوله ممكن حضرتك ديمقراطيه، بس الديمقراطيه المقنعه اللي احنا بنقول على كل واحد يقول رايه، بس انا في الاخر اللي هقول رايه، فما اعرفش ان دي ممكن تكون شرط من شروط الينابيع اللي حضرتك قلت عليها ال11. شوف يا دكتور، ولا لا؟ ان شاء الله نهديك نسخه من الكتاب، اشكرك، هتجد فيه ردود على الاسئله اللي حضرتك طرحتها. يعني فيما يتعلق في الفصل الثاني في الكتاب، أنا فرقت بين الخيال السياسي العلمي وبين الشرود والأوهام والضلالات التي من الممكن أن تنتاب حاكما معينا، أو التنجيم، أو اللجوء إلى النبوءات. عندنا ثلاث أنواع من النبوءات، في نبوءة محققة لذاتها، وفي نبوءة هازمة لذاتها، وفي نبوءة تتفاعل مع الواقع باستمرار. كل ذلك موجود في الكتاب. أما كلام حضرتك عن البحث العلمي ده حقيقي. في آخر الكتاب من ضمن التوصيات أو الحديث عن ضرورة، لا سيما في أبحاث العلوم السياسية، إن هذه الفكرة المتعلقة بالخيال السياسي يجب أن تكون حاضرة
في البحث العلمي، ان الباحث يكون لديه قدرة على التخيل. ليه؟ احنا عندنا البحث العلمي له وظائف متعددة، ادنى وظيفة هي جمع المتفرق، بعدها اتمام الناقص، لا بعدها جمع المتفرق ثم اختصار المسهب، يعني لديك عدد ضخم من بتختصره، أو تطويل المختصر، شيء مختصر ومحدود بيتم شرحه وتفصيله، أو إجلاء الغامض، شيء غامض بنجليه، أو إتمام الناقص، شيء ناقص بنتمه. يجي بعدها نقد السائد، وأهم وظيفة للبحث العلمي هي إبداع الجديد. الباحث الذي لديه قدرة إبداعية لابد أن يكون متحليا بالخيال، يكون لديه قدرة على التخيل. لذلك لدينا عدد مفرط جدا من الدراسات في العلوم السياسية، أغلبها يعني يتغيى الوظائف الدنيا للبحث العلمي، وقلة من الباحثين الذين لديهم ملكة الخيال، ابتداء من اختيار الموضوع ووضع الافتراضات، يتسبب بذلك بأنه بيعمل عملا خلاقا أو عملا إبداعيا. فأنا معاك إن العلوم السياسية، لأن إحنا عندنا مدرسة في العلوم السياسية طغت في فترة من الفترات، هي المدرسة التي تريد أن تزيح العلوم السياسية لتكون أشبه بالرياضيات. في البداية كان علم السياسة مرتبط بالقانون، فكان يبحث عن الينبغيات، ما ينبغي أن يكون، وبعدين دخلنا على المدرسة الواقعية التي لا تتحدث عما ينبغي أن يكون لكن عما هو كائن، وبعدين بدأنا نتحدث عن توظيف الأرقام. توظيف الأرقام أحيانا يكون مضللا، أحيانا تستطيع أن تكذب بالأرقام، يعني ممكن يكون لديك أرقام عديدة جدا تتحدث عن التضخم وتتحدث عن البطالة وتتحدث عن الانهيارات، ثم تلتقط رقما إيجابيا وتصدره للرأي العام باعتباره أن الدولة تحقق إنجاز على سبيل المثال. لذلك في واحد اسمه داريل هوف كتب كتاب كلاسيكي جدا في الخمسينات اسمه كيف تكذب بالإحصاء، والبعض يتعامل مع الإحصاء كما يتعامل السكارى الذين يعودون إلى بيوتهم في المساء مترنحين مع أعمدة الكهرباء. هو لا يستعمل هذه الأعمدة لتنير له الطريق، إنما ليسند عليها يده حتى لا يسقط في أي حفرة تقابله. فعلم الإحصاء أدخلنا في هذا التضليل. لذلك أنا من مدرسة تتحدث عن التأمل والتبصر والحدس والاستبطان إلى جانب البرهان، وتعتبر ذلك جزءا من البرهان العلمي، وأن المسائل الخاصة بالعلوم السياسية أن تزاح وفق المدرسة السلوكية مثلا، أو المدرسة التي تريد أن تقنن علم السياسة وتحوله إلى معادلات رياضية، إلى عمليات بحتة مجردة برهانية بحتة، وكأننا نتحدث عن معادلات كيميائية، ده هذه المدرسة أنا أرفضها لسبب بسيط، أن المسائل الخاصة بالسياسة هي مسائل إنسانية، والمسائل الإنسانية فيها يحضر الوجدان والمشاعر والعواطف والتصورات والخيالات والخبرات، مثلما يحضر التفكير الذهني المجرد أو التفكير العقلاني، لا تستطيع أن تفصل هذا عن ذاك. تمام، بس حضرتك دلوقتي لغاية دلوقتي كل الجامعات بتطالب بالموضوع ده بالإحصاء، أنت عارف إن في مكاتب حضرتك بتروح لها تقول لها أنا عايز النتيجة بتاعتي تكون كذا، فهو بيوضب لك الأرقام على حسب. بيوضبها. طيب ده زي ما تروح للجزار وتقول له الحتة دي عايزها. اتفضل. دكتور عمر، بالنسبة لمفهوم الخيال السياسي أو الـ political imagination، هل في نوع من الميكافيلية أحياناً أو مبني على مسألة الغاية تبرر الوسيلة؟ لأن هناك إمبراطوريات قامت عديدة، الإمبراطورية الرومانية كما شابها من الظلم، والإمبراطورية وغيرها من الإمبراطوريات التي قامت وحققت أهدافها، ولم يكن هناك فكرة الخيال السياسي بالمفهوم المتعرف عليه حالياً. وهل مثلاً ستالين عندما سيطر على عندما فرض ديكتاتوريته على أوروبا، هل كان هناك نوع من الخيال السياسي؟ ما يفعله ترامب الآن بالعالم، هل هناك شيء من الخيال السياسي؟ خبل سياسي بالضبط. فأنا عاوز حضرتك تلقي الضوء على مسألة political imagination، لأنها هي ليست إيجابية طوال الوقت، وأن هذا المفهوم هو أعتقد هو مفهوم مطاط،
ممكن تطويعه من حكومة إلى حكومة ومن حقبة إلى حقبة لخدمة أهداف سياسية معينة. شكرا. ده كلام مهم. قبل حضرتك ما تأتي كنا نتحدث على أن مفهوم الخيال السياسي كان سائلا متواريا في التاريخ وفي تصرفات القادة، لكن لم يلتفت إليه أحد. يعني على سبيل المثال فلاسفة السياسة الذين حلموا بالمدن الفاضلة، توماس مور وصولا إلى جمهورية أفلاطون، وهذا الترتيب أو الهندسة السياسية التي كانت عند الفارابي وهو يتصور هذا المجتمع العادل، بعض الكتابات في الآداب السلطانية العربية أيضا كان فيها نوع من الخيال السياسي، حتى استخدام فن الحكي أو فن القص في ترتيب أو هندسة العلاقة بين الحاكم والمحكوم زي ما عمل الجاحظ مثلا في حكاياته في كتابه البخلاء أو كتب الأخرى. الخيال موجود طيلة الوقت، يعني بمعنى أنني لم أخترع معدوما هنا في هذا الكتاب، إنما أردت أن أضع يدي على شيء تائه شارد غائم ليكون مصطلحا من المصطلحات اللي بتستخدم بالمناسبة. Political Imagination هذا التعبير موجود في عدد ضخم جدا من الكتب باللغة الإنجليزية، ومستخدم في عدد لا حصر له من المقالات باللغة العربية، لكن حين جئت بهذه المراجع سواء الأجنبية أو العربية اكتشفت أن الكل يستعمله دون أن يعينه أو يحدده علميا. يعني على سبيل المثال لما كتاب يكتب عن تجربة الكفاح شعب فيتنام مثلا ضد الأمريكان بيعتبرها خيال سياسي كان أيامها يحط في رؤوس الفيتناميين هؤلاء البسطاء البؤساء الذين كانوا مؤمنين بأنهم قادرين على هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية، كان هذا خيالا سياسيا. الخيال السياسي الذي كان يسيطر على السود في جنوب أفريقيا بأنهم في يوم من الأيام سينهوا هذا الجدار العنصري ويسيطروا على الحكم في بلادهم كان نوعا من الخيال السياسي، لكن أحدا من هؤلاء لا كتاب المقالات بالعربية ولا مؤلفي الكتب الأجنبية جلس لينظر لهذا المصطلح بمعنى أن يكتبه بإفراط، هو بيتم استعماله. والبعض أيضا قال أن هذا مصطلح مضل وعلينا أن نكتفي فقط بالدراسات المستقبلية في العلوم السياسية شأنها شأن العلوم الأخرى. أنا في الكتاب رادد على ذلك لأني أنا زي ما أنا باحث أنا روائي عارف قيمة الخيال في حياة البشرية، والخيال هو المادة السحرية الذي تقدم بها العالم، ولولا أن الإنسان منذ بدء الخليقة قد تخيل وضعا أفضل من الوضع الذي عاش عليه وأمسك بيده لا المعاندة الإيجابية الرافضة لواقعه وكان يمتلك خيالا بأنه قادر على أن يحسن شروط الحياة ما كانت البشرية قد تقدمت، لأن حتى كثيرا من الاختراعات والتصورات كانت مجرد خيالات تدور في أذهان الناس ثم بعد ذلك مشي الإنسان خلف خياله. أنا أتصور أن الخيال هو المادة الخفية التي نسعى خلفها سواء شئنا أم أبينا، عرفنا أم لم نعرف. ولذلك في السياسة علينا أن نفكر لماذا لا يكون هناك خيال سياسي، وهذا الخيال نحميه من أن يتحول إلى تفكير بالتمني أو شرود أو أوهام أو ضلالات أو إيمان بالأساطير والخرافات، ويتحول إلى مسألة علمية نستطيع من خلالها أن احنا نفكر في المستقبل بشكل أكثر، لا أقول أكثر جنوحا لكن أكثر وضوحا. شكرا جزيلا دكتور عمار، شكرا جزيلا لحضراتكم. احنا أسفين على الأسئلة دهمنا الوقت، بس دكتور عمار ممكن يقعد يعني أسئلة خارج الإطار الرسمي للجلسة. أشكر حضراتكم في جزيلا. جلسة بعدنا بالضبط، ولا نتخيل ان احنا جرنا على الجلسة القادمة. شكرا جزيلا دكتور.